أول ما جيت قبل 32 سنة طبعا كانوا ناس هنا كبار في السن، أتعلمت على يدهم طبعا وأنا شباب، فأخذت الصنعة منهم، فصرت دحين أورث يعني أورثها لأجيال، ومنهم ولدي علمته، أنا علمته وطلع معلم دحين. أفتخر أفتخر، حتى يعني ممكن في ناس ما يقدروا يقروا الآيات القرآنية، أنا أقراها أفتخر، يعني أفتخر هذه كلها إلا على الكعبة، ها يعني من شغلي أنا. الوالد يطلع بالكتب حق المدارس وصوره والطلاب يشوفوه، وتجي أختي الصغيرة بابا بابا شوف صورك، فأنا افتخرت إني يوم من الأيام أشوف صورتي بأي مجلة، فحبيت الشغل ده. أول ما قلت للرئيس بطلع ألبس الكعبة أعطاني الموافقة، يا الله هنا صدق افتخرت إني أنا حلبس الكعبة، قلت للوالدة وقلت لأصحابي أنا طالع ألبس، ما حد مصدقني، وصرت أصور وذا وأنا ماشي، لما نزلنا من السيارة ونزلنا الكعبة الناس اتلمت علينا، تحس إحساس في شيء مشاعر كذا يخليك تبكي شويه.